مرحبا من جديد. هلأ خلينا نحكي شوي عن موضوع الموديلينج مشان توضح الصورة في منطق أو في مفهوم الموديلينج. أول شيء إحنا كيف كنا نشتغل؟ كنا مثلا عم نستورد داتا مثلا CSV فايل. هاي الداتا عبارة عن تابل واحد، تابل هذا فيه موجود مجموعة من الكولوم. في أنا ببساطة شديدة أعمل مثلا بار تشارت، أو خليني بلاش بار تشارت، أعمل خليني أشيله، أعمل مثلا ماتريكس خفيفة. هذا ببساطة ولا خلينا نجهز، نقول مثلا في عنا الكاستمر اي دي، أو ناخد ستيت. في عنا يير هون، إذا في يير فينا ناخد الير بالاعتبار. أوكي، الير الستيت والإدوكيشن، تمام، والجندر. هلا هاد بشكل بسيط انا عم بجيب الداتا او بجيب الكولومز كل حياتها من تابل واحد بس موجود، تمام. احيانا بحتاج انه انا اجيب اكثر من تابل من اماكن مختلفه. نقول مثلا انه احنا بدنا ناخذ داتا من سيرفر، نروح get data، وبدنا ناخذ داتا من SQL Server Database. هيطلب مني اسم السيرفر واسم الداتابيس اللي أنا بدي إياها، طبعاً واللي هو السيرفر اسم جهازي، راح أحفظه بهذا الشكل. Option عد على الداتابيس Optional. المود هعمل Import. شرحنا سابقاً شو الفرق بين Import Direct Query. هعمل Importing، أوكي، بلش اعمل امبورتينج على الداتا. داتابيس، تو اكسس ذا داتابيس يوز ماي كارنت يوزنت، خلينا على الكارنت. كونكت، خليني اخذ مجموعه من التابلز الموجودين في هاي الداتابيس. هاخذ ديم كاستمر، ديم ديت، ديم برودكت. كمان اخذنا البرودكت كاتيجوري وسب كاتيجوري وبروموشن. خلينا ناخذ كمان الانترنت فاكت، انترنت سيل، ونبلش نعمل لها لو. طبعا بعد ما تحملت هاي الداتا بلاحظ انه عندي امريكا بانك نيو كانت عباره عن CSV فايل اخذتها من سورس كسورس لحاله مختلف، وباقي الداتا هي عباره عن تابلز ثانيه اخذتها من SQL سيرفر. هلا بدي مثلا اعمل نيو بيج، خليني اشيل هذا واعمل جديد من ريموفينج. اوكي، بدي اعمل بار، واخذ في البار هذا بدي اخذ من الامريكا بانك مثلا، هاخد لا ما بدي اخذ من الامريكا بانك، بدي اخذ من ال، فلذلك خلينا ناخذ من الديم كاستمر. يعني مثلا نيجي ناخذ لا خلينا ناخذ الديم برودكت. اوكي، ناخذ فرنش مثلا، او لا امام اياها، خلينا ناخذ الير، ناخذها از ماتريكس. تمام، وناخذ من البرودكت، او لا من هون ناخذ منها السيلز اوردر نمبر. تمام، و سكر. هلا اخذت انا من كل تابل داتا مختلفه. خلينا مثلا اخذ من الكاتيجوري، مثلا كبروا شوي، كاتيجوري نيم. تمام،
طيب خلينا ناخد من هون سب كاتيجوري، اخد منها الكاتيجوري نيم. تمام. هلا اللي حصل هون انه احنا رحنا اخذنا اكتر من كولومز من تيبلز مختلفين، تمام، وطبعا طلعت عندي النتائج تمام رغم انه التيبلز مختلفين وتعرف على بعضهم. هلا هذا الشيء بيرجع لحاجة ممكن نشوفها احنا من الريليشن شيب الخاصة في الداتا سيت تاعتنا، انه احنا نلاحظ انه هذا او هاي الداتا هي اوريدي عمال عندنا اكتر من ال احنا الادمنستريشن بانك ما بدنا اياها. طيب لما اعمل ديتكت هون خليني اختار، لاحظ انه خليني امشي بس كده، هاي الداتا اذا ملاحظين كل كولوم او سوري كل تيبل بيحتوي على مجموعة من الكولومز اللي بتكون على ريليشن شيب مع مين، مع تيبل تاني. بالتالي هذه هي وظيفة الريليشن شيب الموجودة هون، انه هو يوضح لي العلاقات. هذا السبب اللي خلاني انه انا اقدر اظهر الداتا عندي هون في السبيس من اكتر من تيبل، السبب انه في بينهم ريليشن شيب، وهذا الشيء اللي بيعتمد عليه الموديلينج في الباور بي اي.